الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج براعم. أنا وكافة اليتيم كهاتين، مشروع أطلق من أجل إكساء الأطفال على العيد. هذا المشروع أطلق في مدينة عزاز، نحن الآن في مول مدينة عزاز. مثل ما أنا شايفين أعزائي المشاهدين، عدد كبير من الأطفال جاءوا لهذا المكان لحتى يحصلوا على كسوة عيد كاملة. مزيد من التفاصيل راح نشوفها مع الأهالي ومع القائمين على المشروع، خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مبارك صيامكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. بعرف حضرتك أم شو حضرتك؟ أم محمد. أم محمد. أم لؤي. أم لؤي، أهلا وسهلا. الله يسلمك. أنت اليوم موجودة هون لحتى تجيبي كسوة العيد لأطفالك؟ نعم. كم طفل عندك؟ عندي أربعة والله. أربعة أولاد. قديش هذا المشروع يعني قدم لكم البسمة والفرحة والسرور؟ والله مو يعني شلون يعني كثير والله البنات فرحوا يعني على هالعيد. يعني فرحتهم ما بيعطوها لحدا. كم طفل عندك؟ أربعة والله، أربع بنات. أربع بنات. والأربعة مشمولين بهي المنحة؟ إيه. نحن حابين نرصد هالبسمة والفرحة اللي موجودة عندك وعند البنات اللي عندك، وين بناتك؟ وين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ رغد. اهلا وسهلا يا رغد، قديش عمرك؟ 11. شو بدك تشتري، فستان ولا تنوره ولا كنزه ولا شو؟ كنز وبنطلون. كنز وبنطلون، من وين انت يا رغد؟ من حلب. ورغد؟ ايه. اهلا وسهلا. بدك تشتري كنز وبنطلون؟ ايه. بتحبي العيد؟ ايه. شو بتحبي اكثر شيء تساوي بالعيد؟ اطلع. تطلعي تتنزهي تروحي مشاوير، انت وين؟ انا واخواتي. انت واخواتك. طيب وجهي الان هيك للكاميرا اللي لون للمشاهدين، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير، شكرا لكم. يعطيكم الف عافيه يا رب على المشروع، يعني كثير والله الاولاد بنصطفي خاصه على الاعياد، يعني كثير كويس. الله يعطيكم الف عافيه. الله يكرمك يا رب، وان شاء الله دائما بنشوفكم سعداء ودائما بنشوفكم فرحانين. شكرا لك يا رب. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو اسمك؟ ريماس. ريماس، من وين يا ريماس؟ من حلب. من حلب. انت ومين جاي لهون؟ انا واختي وامي. وين اختك؟ كيف. انت كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ميس. ميس وريماس. شو جايين لهون تساووا؟ يعني بدنا يوزعون اغراض عيد مشان البضاعة. ثياب العيد. بصير واحد يجي هيك على العيد من دون ما يلبس ثياب جديدة؟ لا. ليه؟ ما بصير. ما بصير، العيد بده فرحة، بده شيء جديد، صح؟ صح. شو بدك تشتري أنت ثياب؟ شو بدك تاخذي؟ فستان لما بلوزة لما توينز وهذا. هاتي خلينا نشوفهم، توينز امسكيها. هذا بيقولوا له توينز؟ وشو كمان؟ وبتون جينز وبدي آخذ بوت. وبوت. تمام، وأنت شو اشتريتي؟ شو اخترتي؟ شو اختارت؟ كمان توين؟ ايه. هذا هيك اسمه توين؟ لما اسمه بلوزة هذا؟ بلوزة. طعم كامل. يلا ان شاء الله ألف مبروك، تهرون بالهنا. يلا بدي يطلعوا هيك على الكاميرا وتقولوا كل عام وانتم بخير للمشاهدين، وادعوهم، قولوا كل عام وانتم بخير. يلا هيك وادعوهم وادعوهم تحية. شكرا لكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ شو عم تختار؟ مختار بوت. عم تختار بوت، هي خلي شوفوا المشاهدين قديشك مزوق وقدرت تختار بوت لونه اسود. انت بتحب الاسود؟ ايه. قديش نمرة رجلك؟ 35. اهلا وسهلا. طيب انت شو اسمك؟ فيصل. فيصل، انت هون موجود لحتى تاخذ ثياب للعيد؟ ايه. انت ومين موجود؟ انا وماما. بتحب العيد؟ ايه. شو بتساوي بالعيد؟ لوين بتروح؟ وين بتتسلى؟ شو مشروعك بالعيد؟ بروح قرايبنا وبلعوا، بروح على الحديقة. بتروح على الحديقة وبتروح على القرايبين، حط البوت خلينا ندردش سوا انا وياه. طيب هون شو اشتريت ولسه ما اخترت؟ لسه ما اخترت. ما اخترت، انت مبسوط انه رح يعطوك ثياب ورح تكون انت لابس شيء جديد على العيد؟ ايه كثير. بصير واحد يروح على العيد من دون ما يلبس شيء جديد؟ بركي انا مثلا ما عندي ثياب بدي البس ثياب السنه الماضيه بصير؟ لا باي. انت شو برايك بصير او لا؟ ما بصير. ايه. طيب
شو حفظان هيك انت قران، حفظان اناشيد، ممكن تسمعنا هلا؟ انت مبسوط شايفك سعيد فاسعدنا معك. حفظان آية الضحى. سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعت ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، وسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا لك، كل عام وانت بخير، وإن شاء الله العيد الجاي بنشوفك عريس. ودع الكاميرا وقول لهم للمشاهدين كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ الحمد لله. بتكملي السلام، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو اسمك؟ ريتاج أحمد. ريتاج؟ أحمد. شو يعني ريتاج؟ اسم من أسماء الكعبة. اسم من أسماء الكعبة؟ إيه. ولا باب الكعبة؟ باب الكعبة. باب الكعبة، ما شاء الله عليكي. مين هيك لبسك هتياب الحلوين وحط لك هالفراشة على راسك؟ ماما. ماما. قولي لها شكراً يا ماما على الكلام. شكراً. انت هون موجوده اليوم لحتى شو تساوي؟ نشتري اواعي للعيد. تشتري اواعي للعيد؟ تحبي العيد؟ ايه. اللي بده يعيد بده يكون صايم برمضان، انت صمتي برمضان؟ صمتي؟ ايه. لايمت، للظهر للعصر ولا للمغرب؟ كم يوم صمتي؟ كلهم. ما فطرتي ولا يوم؟ ولا يوم. اكيد؟ اكيد. اكيد ها؟ اكيد. اذا بدنا نعرف اذا واحد صايم شو بنساوي له باصبعه؟ هيك. مزبوط هاي الحركه؟ ايه. ومد لساننا. من مد لساننا؟ طيب. انت باي صف؟ خامس. انت من وين؟ من عزاز. من عزاز. بدك تشتري فستان ولا تنوره ولا شو؟ ما بعرف، بسال ماما. انت شو حابه؟ فستان. حابه فستان؟ ايه. طيب، ان شاء الله كل عام وانت بخير، ونشوفك بالعيد هيك مبسوطه وفرحانه وعم تركبي احلى المرجيحه. وانت بالف خير. وجهي هيك رسالة على الكاميرا، قولي للناس اللي عم يتابعونا انه كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ كيفك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ عم يقول عمورة. شو اسمك؟ عمورة. اسمك؟ عمورة. شو؟ عمورة عيدة. يا اهلا وسهلا، قديش عمرك؟ 5 سنين. 5 سنين؟ 4 سنين. انت اخو؟ اه. شو بتقربه؟ اه. قرب هيك على الكاميرا، قرب قرب قرب. انت شو بتقربه؟ انت اخوه ولا ابن عمه ولا شو؟ لك انا اخوه. اخوه. انت اخوه؟ حقك علينا، ما كنا بنعرف، ليش معصب؟ وين راحوا اسنانك؟ وين راحوا؟ كلهم متقلعين. ليش متقلعين؟ لاني اكلت شيء مضر. ايوه. اكلت شوكولا يعني؟ لا يعني لما كنت بالليبيا اكلت سكاكر. ايوه. اللي فوق صار اسود فانقلع. قلعته بعدين. شو؟ قلعت سنه. قلعت سني. طيب بدي اسال عموره، انت باي صف بتروح الروضه؟ شيل هيك البالون. انت باي صف بتروح الروضه لما لا؟ بروح. طيب بتعرف تعد للخمسه؟ اذا قلت لك عد لي للخمسه. واحد. واحد. اثنين. ثلاثه. تسعه. ثلاثة أربعة خمسة. حفظان قرآن؟ شو حفظان؟ سمعنا. سورة أصحاب الفيل. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم من حجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. يا سلام عليك، أنت ليش هون موجود؟ شو بدك تاخذ ثياب؟ بنطلون وكنزين؟ قول إيه؟ إيه. كل عام وأنت بخير. قولوا انت بخير. انا بدي
بخير. يلا خلينا نطلع هيك على الكاميرا، قول كل عام وانتم بخير، هيك اعمل لهم باي، قول كل عام وانتم بخير. قول كل عام وانتم بخير. كل عام وابو انتم بخير. يلا قول باي للكاميرا، قول باي. باي. هيك بايدك بايدك هيك قول باي. باي. السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيكم العافيه. كيفك يا حجه؟ الحمد لله رب العالمين. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب. كل عام طيبين ان شاء الله يا رب. الله يكرمك. كل عام وانت بخير. انت بخير. شو اسمك؟ اسيل. اسيل، وانت شو اسمك؟ ايه. ايه، وانت شو اسمك؟ مصطفى. مصطفى، قديش عمرك؟ قديش عمرك يعني ستة؟ انت قديش عمرك؟ 12. انت قديش عمرك؟ 11. 11 و12 وستة. الله يسلم لك يا يعني حضرتك. عافية. شو بتقربي؟ عافية. نانا. انت نانتون يعني ستون. انت اليوم جايبتين لهون معك لحتى ناخذهم ناخذ اغراض الولاد العيد. الله يجزيكم الخير يا رب، يجعلهم ميزان حسناتكم يا رب. امين. الله يجعل ميزان حسنات المتبرعين. نحن اعلام فقط. آمين. جاي نصور بس. قديش هي الفرحة بتعود هيك بالبسمة والسرور والابتسامة، مو بس للطفل، لأهل الطفل كمان. لأهل الطفل إنه بس أنك أنا بقول يعني ما بعوض الله، الله سبحانه وتعالى بعوضهم، بس يكون الأب موجود ما بدهم. مزبوط عم بحكي؟ لا لا، إذا كان الأب موجود ما بدنا شيء. لا بدنا شيء طابل. طب هي حكمة الله إنه رب العالمين اصطفى. يعني هيك أنا بقول لك عباس بقلبي يعني. نعم. مزبوط. قلب الأم بيبقى هيك. أيوه. الله رب العالمين استفادوا، بس الحمد لله يعني بقول لك المثل من خلف ما مات. اعطيك الف عافيه. إليه هي الفرحه يعني مو بس للطفل، حتى لاهله. اليوم انتم استطعتوا يعني الحمد لله الحصول على ثلاث اغراض لثلاث اطفال، صح؟ وانتم الله المتبرعين وكلهم الله يجزيهم الخير ويعطيهم الف عافيه ويجعلوا ميزان حسناتهم يا رب. شكرا لكم. وانتم يا رب كل عام وانتم، قولوا كل عام وانتم بخير للمشاهدين وادعوا الكاميرا. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعدكم مثل ما عم تسعدوا هالاطفال. الله يجبر بخاطرك ويكرمك استاذ. حضرتك من القائمين على هذا المشروع؟ تماما. عرفنا عن نفسك وعرفنا عن المشروع اكثر لو سمحت. انا احمد قرعوش من منظمه الرحمه بلا حدود. المشروع هو عباره من ضمن المشاريع بتقوم فيها المنظمه بالشمال السوري. المشروع تقريبا صار له 5 سنين. هو عباره عن كسوه عيد لكل طفل يتيم مكفول عندنا بالمنظمه. عدد الاطفال المكفولين حوالي 3000 طفل. عم يكون اللباس عبارة عن حذاء وجراب وبنطال وكنزة، وإذا كانت صبية إلى شال أو بنوتة أصغر شوي في إلى حجاب قطعتين. كسوة كاملة يعني؟ تماما، كسوة كاملة لكل طفل. يعني شو المعيار اللي أنت بتختار فيه الأيتام؟ يعني يتيم الأب يتيم الأم؟ كيف؟ هلا أستاذ، اليتيم بده يكون حصرا يتيم الأب، فنحن في عندنا المعيار بنشتغل عليه إنه في عندنا فريق بطلع مسح على كافة منازل المستفيدين، بطلع على كل بيت بشوف الطفل، بشوف أهل الطفل، بيكون إنه فاقد الأب إجباري حتى يكون يتيم. فنحن بنحاول نأخذ أكبر عدد من الأطفال اللي هو تقريبا 4 أطفال. الكفالة هي في كفالة نقدية عبارة عن 260 ليرة لكل طفل مكفول عنا، فبنحاول نأخذ عدد كبير حتى العائلة تستفاد من المبلغ اللي بدنا نقدم لها. كيف خطر على بالكم تنفذوا هيك مشروع، وقديش هذا رح يعود بالسعادة والوفر بنفس الوقت على الأهالي؟ استاذ الكريم، صراحه نحن يعني حاولنا انه نعوض مكان فقدان الاب، تعرف انت ظروف الحرب اللي صارت وفقدان اباء الاطفال، فنحن عم نحاول انه نغطي دور الاب اللي فقد الطفل. يعني احنا في عندنا فريق بجيب الطفل لهون، بفوته من جوا، بايسه، بلبسه، وانه بتعرف انت الطفل اذا ما لبس لبس صغير فبحس حاله انه في شيء عنده ناقص، فنحن بنحاول انه نغطي هاي الثغره يعني بتكون موجوده. نعم، يعني مو بس بتقدموا كسوه عيد، كمان في جانب النفسي عند الطفل. طبعا استاذ، في عندنا جانب نفسي، في عندنا جانب تعليمي، في عندنا متابعه دورات تعليميه، في عندنا دورات للامهات، تدريب الامهات على مشاريع انه تنطلق فيها، تطلع لبرا حتى تحاول تصرف على البيت غير الكفاءه اللي عم تقدم للطفل. شكرا كثير لكم. ان شاء الله مباركه طاعتكم ومبارك عيدكم. كل عام وانتم بخير. الله يكرمك ويبارك خاطرك استاذ، يعطيكم الف عافيه. حياك الله. ابتسامه العيد مع الاطفال لما يلبسوا الثياب الجديده بتكون روعه لا تصفها الكلمات. من هون من هذا المكان اعزائي المشاهدين بنودعكم بتحيه كبيره، تابعونا بحلقه جديده من برنامج براعم. السلام عليكم.